السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غادي نقدم لكم هذه التورته ديال عيد ميلاد اللي حضرتها لشخص صغير عزيز على قلبي اللي هو سعد ابن اخي ذو السنتين من العمر. حضرت ليه هذه التورته هذه باش نفرحوا بها ما دمت كنت جالسه معهم، فقلت لما لا نحضروا هكا تورته اللي نتناولوها كاملين بلا ما يحضروها هما او يجيبوها من لاباتيسري. فإلا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقة التحضير بقاو معايا يعني لنهاية الفيديو. كنتمنى لكم فرشة ممتعة. نظرا لضيق الوقت فأنا غادي نستعرض معكم المقادير. وأنا خدامة هنايا عندي 4 ديال البياض ديال البيض، غادي نضيف لهم شوية ديال الملحة، نحاول نخفق هاد المكونات جيدا حتى غنطلع البيض شوية، عاد غنبدا نضيف ليه في السكر. انا هنا بعد ما طلعت البيض شويه غادي نضيف ليه هنايا 100 غرام ديال السنيده، غادي نضيفها ليه بالتدريج وانا كنميلونج. هنا كما كتلاحظوا حصلنا على منقار ديال العصفور، هنا كيكون هذا هو القوام المضبوط. هنا كنضيفوا كيس ديال سكر الفانيليا وكنضيفوا 4 ديال اصفار البيض، نحاول نخفقهم فقط واحد شويه يعني ما نخفقهمش بزاف، وغادي نتوقفوا على الخفق. بالنسبه لهاد لاجينواز هذه فانايا ما كنديرش معكم الخميره، ولكن هذه غادي ندير فيها واحد الملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. غادي ندير 120 غرام ديال نشا الذره، كنضيفوها على دفوعات، نحاولوا نخلطوها بالسباتول باش ما نهبطوش الخليط ديالنا بالشكل هذا. كما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال لاجينواز اللي حصلنا عليه. غادي ناخذ الصينيه ديال الفرن، كما كتلاحظوا فرشتها بالورق ديال المطبخ، وغادي نحاولوا نفرغوا الكميه اللي عندنا. نعليو ايدينا باش كنبغيو نفرغوا لاجينواز، نحافظوا على داك الهواء اللي كيكون فيها. غادي نحاول نقادها الصينيه ديال الفرن، كنحاولوا نساوي الصح ديال الكيك ديالنا بالشكل هذا. كندخلوا الفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 حتى كتحمر لنا من الجهتين، وكنخرجوا هي لاجينواز ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن. غادي نخليها حتى غتبرد شويه وغادي نقلبها ونحيد ليها البابي من التحت. ما شاء الله كيفاش كتجي، غتقدروا تلعبوا بها كيف ما بغيتوا، يعني تقدروا تروليوها، تقدروا ما كتكسرش، يعني واحد لاجينواز اللي هي ناجحه. كنصحكم من تجربوا. هنايا راه قطعت في هذا القطاع، اختاريت ان نقطع المربع ندير الكيكه ديالي او الطرطه ديالي على شكل مربع. نحاول نقطع لون بورتريس، لا هذا لاجينواز هادي. انا هنا غادي نحاول يعني نقادها على اخرى. يعني كنحاولوا هكا نلقاو كما كتلاحظوا، انا غير رقعت الكيك ديالي باش كيجيني مقاد حيت انا خديت واحد الشكل اللي هو شويه كبير. المهم انا غنخلي هذه جانبا، غادي نغطيها تنحضر الكريمه وتبقاو معي. هنايا عندي واحد نصف لتر ديال الكريمه السائله، انا استعملت النوعيه ديال هولالا. غادي نحاول نطلع هذه الكريمه هذه مزيان. هي الطبقة اللي جات لتحت، كما لاحظتوا انا غير رقعتها شوية على حسب باش يجوني جوج طبقات متساويين. نحاول نسقيها مزيان بالحليب، ضروري ما تسقيوها مزيان انها بنشا، النشا كيشرب. دونك كونوا سخينين كما تنقول لكم دائما السقي ديال الكيك ديالكم.
هنايا غادي نحاولوا نوزعوا الكريمه ديالنا بشكل متساوي. انا درتها هنايا في لابوشادوي باش يعني كتسهل عليا الخدمه. انا هنايا درت الطبقه الثانيه ديال لاجينواس، غادي نحاول نسقيها ايضا بنفس الطريقه، كنسقيها جيدا ومن بعد غندير عليها طبقه اخرى ديال الكريمه. انا هنايا غنحاول نقاد الوجه ديالو وغندير ايضا الكريمه في الجوانب. وهنايا غادي ندخلها للمجمد باش تبقى ليا ليله كامله، حتى الغد عاد غادي ندير ليها لا ديكوراسيون ديالها. بالنسبه للكلاصاج اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو واحد نصف كاس ديال الماء، عندنا نصف كاس من الحليب، وعندنا كاس من السكر، وعندنا هنايا 125 غرام ديال الشوكولاته اللي قطعتها قطع صغيره، وعندنا ثلاثه الاوراق ديال الجيلاتين. هنايا قسمت اوراق الجيلاتين وغادي نحاول ندوبهم في الماء البارد. هنايا غادي ناخذ الكميه ديال السكر، نضيف عليها كميه ديال الماء، وغادي نخليوها تغلي فوق البوطه مده ديال 10 دقائق لا غير. عاوتاني غادي نحاول ناخذ الشوكولاته البيضاء، ندير معها داك نصف كاس ديال الحليب ونحاول حتى هما ندوبهم. هنايا عندنا الشوكولاته البيضاء بعد ما ذوبتها مع الحليب، غادي نضيف ليها هذاك السير اللي حضرنا، وغادي نضيف اوراق الجيلاتين بعد ما ذابوا. دابا غادي نضيفوا شويه ديال الملون، يكون هذا هو الكلاصاج ديالنا. كنديروه باي لون بغينا، طبعا استخدمت انا ملون غذائي كيحمل العلامه خالي من الجلوتين. الا بغيتو راه غنخلي لكم الصوره ديالو في المنتدى. هنايا غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نحاول نصفي فيه جيدا الكلاصاج ديالي، باش الا كانوا يعني شي شوائب ديال لاجيلاتين يبقاو فوقه ويجينا الكلاصاج يعني ليس. هاد الكلاصاج ضروري ما يبقى واحد على الاقل 12 ساعه في الثلاجه قبل ما نستعملوه، لانه قد ما كيبقى قد ما اللون كيتركز اكثر وكيعطينا نتيجه افضل. وضروري ما نغطيو السطح ديالو بواحد البلاستيك غذائي باش ما يديرش لينا هذيك القشره اللي كتكون في الفوق. طبعا هنا بعد ما مرت ليله كامله الكلاصاج ديالي كيفاش كندير ليه، بعد ما كيكون ثقيل كنشدو كندوبو في بان ماري، كنديرو في حمام مريم، كنخلي داك البخار فقد كيدفى ليا راه كيبدا يطلق راسو، كنخليه فقد شويه من الحراره ديالو، كنجبد الحلوى ديالي اللي ديجا كتكون في المجمد وكتكون بارده، وكنبدا نكلاصي الحلوى ديالي بهذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا هذا كراساج سهل جدا وكيجي لامع، ما كنستخدموا فيه لا قشده طريه لا اي حاجه، يعني بمكونات بسيطه. واللي بغى يخلي يعني هذا كراساج يخلي في اللون ديالو يعني ابيض، فعندكم الاختيار. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا نظرا لضيق الوقت، فما كملتش معكم جميع المراحل، ولكن ما درتش شي حاجه كثيره، يعني فقط الكريمه لونتها حتى هي بالقليل يعني من الملون وعطاتني هذا اللون هذا اللي وردي بارد، والاسم راه كتبته بالشوكولاته اللي ذوبتها. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال العيد ميلاد، يعني كانت بسيطه جدا، يعني لانه فقط طفل صغير حنا عارفين وما كيعقلوش بزاف في هذا السن هذا، ولكن فقط فرحنا يعني حلوه بسيطه والقليل من الحلويات هكا، ودرنا هذيك البيتزا اللي سبق ليا وقدمتها معكم،
والقليل من المشروبات الغازيه. طبعا انا ما كنتناولش او ما كنشربش المشروبات الغازيه في هذه الفتره هذه، وفقط يعني مهم وضعناهم هكا في العيد ميلاد. وكنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وايضا تحضروا بحال التورطات وتفرحوا بهم الاطفال ديالكم الا كانت عندكم شي مناسبه. كما لاحظتوا راه ساهلين في التحضير ديالهم. كان هذا هو نهايه الفيديو، اترككم في امان الله، ولا تنسوا ان صحتنا في حميتنا. الى اللقاء.